كيف كان؟ اي نعم والله سبحان الله، لما الإنسان يعني ينشأ، يقول وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. ها اي نعم، ولكن يعلمه التدين أقربوه. لازم فإيش نشأنا شوي، أقول أنا من أضناه هذا العمر، بل أكدى خطاه. أنا إنسان ولكن همه دوما علاه، ويقيني بإلهي لا بمخلوق سواه. نعم، فمنذ الصغر كانت الوالدة، طبعا الحياة على قدنا يعني عايشين، والدي عامل. كيف المجتمع بشكل عام في القرى؟ هذا طبيعته. هذا طبيعته، نعم طبيعتنا، يعني ولو أنها كلمة عامية نعيش على البساطة. نعم، وما أحلاها إنه الوالدة وأنت رايح للمدرسة تلف لك الزيت والزعتر بسندويشة وتحط لك إياها. ما نعرف طبعا العصير، ولا كان عندنا شراب اسمه ستيم. أنا أرجو من كثير من الناس يأخذونه من هنا، يعني أفضل من البيبسي وأفضل من الكولا. ستيم يشتغلون عندنا، شيء رائع، شيء رائع عجيب. يعني شوف المأكولات الشامية والمشروبات الطيبة شيء فيها تفوق عجيب. والله يا أخي يعني لا أبالغ إذا قلت لك أن الشامي السوري أحيانا من نصف كيلو لحمة أحيانا يعمل طبختين. نعم، يعني هذا شيء من التدبير أقدر أقول، ويلون، وحتى الأطعمة تختلف سبحان الله. ف يعني كنا نعيش على يعني الكفاف مستورين هكذا. فمما يحدو بالأم أو الأب، مو أبي طبعا اللي يعني وجهني لأمي، فكانت توجهني إلى أخوالي يشتغلون بالأغنام. بالرعي؟ مو بالرعي، بعدين الرعي مرحلته، بالبيع والشراء. تماما. الأغنام، وأنا اشتغلت بالرعي طبعا. اشتغلت سنتين، أول متوسط وثاني متوسط، أرعى الأغنام، أذبها إلى الفرات تستقي هناك تشرب، وأرجع بها أحط لها العلف طبعا. لكن لما كنت صغير أكثر كنت أشتغل معهم في بيع وشراء الأغنام. أي نعم، ويعني حتى ما كانت يعني الناس، صحيح أقول يدبرون بنصف كيلو أو كيلو لحمة، لكن كان أيضا عندنا إنه يعني الإنسان، يعني والدي مثلا كان يذهب إلى سوق الأغنام ويشتري الذبيحة يجي يذبحها في البيت ويقسمها ونضعها في، نعم، يقددونها على الشمس مشان تبقى، ما كانت البرادات بعدين، نعم جاءت. فكنت أذهب يعني أحيانا قبيل صلاة الفجر وأنا ثالث ابتدائي، إيه أذهب إلى خالي ليأخذني معه في تجارة الأغنام.